الو، ايوه قدس ابونا تداوي السمعان، كاهن كنيسة مرجرجس ايوه بدير مواس، ايوه مين حضرتك؟ ابن محبتك شريف رمزي المحامي. قدس ابونا، يعني تشرفني. نقبل الايادي يا قدس ابونا. يا رب يخليك تشرف. قدس ابونا، بلغتنا اخبار اثارت مشاعرنا جدا عن اختفاء زوجة قدسك. حابين نعرف الظروف، الملابسات، وتطورات الاوضاع دلوقتي عند قدسك. يوم الحد بالليل لغاية الساعة 9 وربع بيتكلمان إن هي نازلة عند أهلها مفيش أي حاجة، ونزلت بعد كده معرفناش عنها أي حاجة، والشرطة مفيش أي اتخاذ لأي موقف. اسمح لي قدسك، قبل اختفاء تصوني كان في اي مشاكل من اي نوع، مشاكل مفيش اسرية؟ أي حاجة خالص، مفيش أي حاجة خالص، متصلة ومطمن على ابنها ومفيش أي حاجة خالص. لأن ابنها كان بيت عندي جد. حللني قدسك، اكون اكثر جراءة واتجاسب واسأل قدسك، ما كانش في اي مؤشرات انه تصوني ممكن تخرج برغبتها لاي سبب؟ لا لا لا، مفيش أي حاجة، هي رايحة على أساس إنها بيت عند أهلها، لأن أنا مش بيت في الشقة. طبعا الوضع دلوقتي ملتهب جدا، ومش بس على مستوى أسرة قدسك، أكيد الشعب كمان، شعب الكنيسة مصار جدا وتعبان من أجل الأمور دي. نشكر محبتهم وربنا يدخل، ربنا كبير. ما لقيتش قدسك أي تجاوب من جانب الجهات الأمنية. مفيش أي تجاوب معانا، وكأن مفيش حاجة ضايعة أثر. ايه الاجراءات اللي قلت لك عملتها؟ عملت محضر في مركز الشرطه واكتفيت بكده، ولا كان في اتصالات على مستوى اعلى؟ عملت المحضر وصعدنا الموضوع لمستويات أعلى، سواء في أمن الدولة أو قيادة أعلى من كده، ومفيش أي تدخل. بالنسبه لدور الكنيسه، نيابه الانبا اغابيوس اسقف دير مواس، لو في مستوى اعلى من خلال سكرتاريه البابا؟ وهم بقى مش عامل كل اللي في وسعه، بس الأمن ما زال برضه مفيش. سمعنا عن اعتصام للآباء الكهنة في مقر المطرانية. ايه هو؟ سمعنا عن اعتصام للآباء الكهنة في مقر المطرانية للمطالبة بتحرك أمني ملموس، ده صحيح؟ الآباء كلهم موجودين، وحاليا ابتدت تجمعات في الشعب، والمسلمين هم هيعملوا حلقة صلاة الساعة 7 النهاردة في المسلمين. إذن هو تجمع سلمي من أجل المطالبة بتدخل حاسم من جانب جهات الأمن. لا، هو الاجتماع للصلاة بس، إن ربنا يتدخل. رسالة لقدسك تحب توجهها دلوقتي لكل من يهم الأمر؟ مش عارف أقول إيه يعني، ربنا يتدخل. آمين. قدس أبونا تداوي السمعان، كاهن كنيسة مرجرجس بدير مواس، محافظة المنيا، قلوبنا مع قدسك، بنرفع صلواتنا من أجل إنه ربنا يتدخل دلوقتي، قبل بعد شوية نعرف كل الأخبار اللي اطمننا على زوجة قدسك، وتظهر الحقيقة في أقرب فرصة. شكرا للشكر اللي تعبكم نشكر قدسك يا أبونا. يا رب. شكرا.